بسم الله الرحمن الرحيم. الناشطة ابتسام الصائغ: وكل النساء المعتقلات هن الشرف والطهر والعزة والكرامة، ولن يتخلى الغيارة عن شرفهم وعزتهم وعفافهم وكرامتهم. وإنما هذه الجريمة، جريمة اعتقال ابتسام الصائغ، تضاف إلى سجل الجرائم الخليفية في اعتقال النساء وتعذيبهن بكل وسائل الدناءة والانحطاط والسفالة. وهذا ما يجعل صورة الخليفيين صورة قبيحة، وهذا ما يبرر للبحرانيين أن يفعلوا أي شيء وأن يقوموا بأي ردة فعل دون إطار ودون تحديد ودون خطوط، وهذا من حقهم للدفاع عن عرضهم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. إنما الخليفيون يعبرون عن جبنهم وعن خوفهم وعن هزالتهم وعن قبح أفعالهم، لأنه نظام يملك جيشا ويملك مالا ويملك ويحظى بدعم غربي وعربي، ويستأسد ويستقوي على امرأة ضعيفة لأنها تكتب في حسابها أنني لن أركع للجلاد ولن أستسلم للصياد. وبالتالي إذا كانت نساء البحرين بهذه القوة والشجاعة والأنفة، فانتظروا بأس أبطاله ورجاله.